لم تحمل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سوى وعودا جديدة للفلسطينيين بشأن تفعيل ما أقرته قمة وزراء الخارجية العرب في بغداد، توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار. الدول العربية قررت في قمة بغداد شبكة أمان 100 مليون دولار شهريا، وأقولها وبكل أسف أنه لم يتحقق شيء منها حتى الآن. لذلك هناك خطة الآن تم بحثها مع السيد الرئيس كيف يمكن الذهاب إلى الدول العربية وتذكيرها بهذا ومطالبة بتسديد. طائرة العربي يرافقه وزير الخارجية المصري محمود كامل عمرو كانت قد حطت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في زيارة رسمية وصفت على أنها تاريخية ومهمة لدعم وإسناد الفلسطينيين بعد نجاحهم في انتزاع الاعتراف بالدولة غير العضو. تحدث السيد الرئيس للوفد الضيف عن الإجراءات والخطوات التي سوف نقوم بها بعد إقرار عضوية فلسطين المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا سوف ندرس كل خطواتنا وسوف نتشاور مع أشقائنا العرب ومع الأمانة العامة في جامعة الدول العربية. وعلى صعيد ملف المصالحة الذي أخذت مصر إنجازه على عاتقها، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده مصرة على تحقيق المصالحة وحلحلة تعقيدات هذا الملف. الرسالة الأخرى التي حملتها هي رسالة من السيد الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه الرئيس محمود عباس، رسالة يدعوه فيها إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإن شاء الله تأتي زيارة الرئيس محمود عباس إلى القاهرة لتعلن بدء من جديد انطلاقة عملية المصالحة الفلسطينية. حراك سياسي نشط تشهده الأروقة السياسية الفلسطينية في الآونة الأخيرة لعله يساهم في توفير ما وعد به الفلسطينيون من شبكة أمان عربية تمكنهم من مواجهة سياسة التعنت والحصار السياسي والاقتصادي الإسرائيلي. يا عربي ويا عباس، أسرانا هم الأساس، أسرانا هم الأساس. أما خارج أسوار المقاطعة وبالتزامن مع زيارة العربي، تجمع العشرات من المواطنين تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام ومطالبين باعتبار ملف الإفراج عن كافة الأسرى على رأس أولويات القيادة والجامعة العربية. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون وطن.